الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصة بها نفسه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقتٍ وحين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن آله وعن الصحابة والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم برحمتك الواسعة عمَّنا، واكفِنا شر ما أهمَّنا وما أغمَّنا، وعلى الإيمان الكامل توفَّنا وأنت راضٍ عنا. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوف المسلمين تحت راية الإيمان والقرآن، وارفع سيف الظالمين عن رقاب المسلمين، ووحد صفوف المسلمين لنصرة دينك في كل مكان يا رب العالمين، اللهم آمين. وبعد، معاشر المسلمين، في سلسلة خطر المعاصي، ونتكلم فيها اليوم على خطر جديد من هذه الأمور والأخطار التي يقع فيها أهل المعصية. تكلمنا أن للمعاصي آثار وخيمة، فهي تعجل لصاحبها العقوبة في الدنيا، وتحرمه العلم، وكذلك الرزق يحرم منه، ويحرم لذة الطاعة، وتجب له من الأمراض ما الله به عليم، وكذلك تحرمه من استجابة الدعاء سواء دعا هو أو دعا له أحد من الصالحين. اليوم نتكلم على شؤم جديد من آثار هذه المعصية، وهي تعدي المعصية وشؤم المعصية للناس الآخرين. فلربما يفعل أناس ذنوب، وهذه الذنوب تلحق ناس يعيشون بينهم لكنهم لا يفعلوها. ولماذا ذلك؟ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سألته زينب بنت جحش يوما، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرسل علينا بلاء وفينا أناس صالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثرت المعاصي. وفي رواية أخرى لعائشة قال: نعم، إذا ظهر الخبث، يعني أصبح ظاهرا بين الناس. وأنتم تعلمون في زماننا ما يفعله التلفزيون والإنترنت، وما يفعله تجار الرقيق والموضات، ما يفعلونه في النساء في الشوارع والطرقات. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهاراً استحق العقوبة كلهم. وكلنا يحفظ ذلك الحديث الذي أرسل الله فيه جبريل حتى يرسل عليهم عذابا من عند الله، فقال جبريل: يا ربنا، إن فيهم رجل صالح. قال: به فابدأ، ابدأ به. فقال: يا رب، ولما؟ قال: لأنه كان يرى المعصية في أرضي ولم يتمعر وجهه، لم يستحي من الله. المفترض أن المسلم لا يفعل معصية، ليس هذا فقط، بل يجب عليه أيضاً
يجب عليه أيضا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بلسانه إذا كان قادرا، أو أضعف الإيمان بقلبه يكره هذا الفعل ويبرأ منه أمام الله سبحانه وتعالى. أتدرون إن المعاصي سببا من أسباب قيام الساعة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، واسمعوا بقلوبكم قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إن الله يبغض الفاحش المتفحش، بذيء الأقوال اللي احنا بنقول عليه وقح، إنسان وقح وهو بيظن نفسه أنه جريء وشجاع، هو ليس جريئا ولا شجاعا، إنما هو فاحش متفحش. ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين. وهذا الأمر معلوم، ما يحتاج إلى شرح، ما يحتاج إلى شرح. لو نظرت إلى العالم الآن وستجد حكامه معظمهم على غرار أبي لهب صاحب واقعة الكونغرس، تعرفون ذلك، ذلك الداعشي الذي يقولون عنه أنه رئيس، تعرفون ذلك جيدا. هذا الأمر بيجعل المسلم دائما يراجع نفسه ويهرب إلى كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى ذلك الحديث الجامع حتى ندرك ما نحن فيه وما نعيش فيه، وكيف يكون الضرر لا على مرتكب المعصية وحده بل وعلى الناس عامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، ينادي النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجرين، خمس أشياء إذا ابتليتم بهن، وبين قوسين وأعوذ بالله أن تدركوهن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعوذ بالله أن يدركوا ذلك. لم تظهر الفاحشة في قوم قط، الزنا معصية الزنا، الآن الزنا وعمل قوم لوط والإجرام الذي تعرفونه في زماننا هذا، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع والأمراض التي لم تكن في الأقوام الذين سبقوهم. وكلنا يعلم ما نمر به الآن من أزمة الكورونا، نسأل الله أن يرفعها عنا، ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى لعل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرفع عنا هذا البلاء. قال صلى الله عليه وسلم: ولم ينقصوا المكيال والميزان. والمكيال والميزان مش عملة بس للوزن بالكيلو بالباوند، لا، ربما يكون المكيال والميزان كذلك في الأفكار وفي القضايا، هذا يعلي شأنه لأنه أبيض، وهذا يبخش شأنه لأنه أسود، هذا نقص في الميزان، هذا أحكم له وأسانده لأنه من جماعتي ومن قريب لي، وهذا أحكم عليه وإن كان العدل معه وأظلمه لأنه لا ينتمي إلي، فذلك نقص في الميزان. قال: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. يعني إيه السنين؟ يعني المجاعة وشدة المؤونة، شدة الفقر وجور السلطان عليهم. السلطان الحاكم يكون ظالم لهم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. الثالثة قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم. لا يخرج زكاة أموال، يجي في آخر العام يحاسب ربنا بالسند، مع أن الله لم يحاسبه، الله أعطاه عينين، لو أن واحدا فقد عينين وقيل له بكم تشتري عينين حتى ترى، سيقول بكل ماله. لو أن إنسانا قطع لسانه أو سكت لا يستطيع أن يتكلم، بكم يشتري ذلك اللسان حتى يتكلم، أو الآذان أو الجوارح كلها. الله لم يحاسبنا على ذلك، بل أعطاه لنا هبة، ونحن في عصرنا نعرف قيمة الهواء الذي نستنشقه مع الكورونا اللي بتدخل على الرئتين وبتبوظ الهواء هذا، ويحتاج الإنسان إلى أكسجين اللي احنا بنتنفسه من فضل الله علينا بلا ثمن، بلا ثمن، بل رحمة من الله الرحمن الرحيم. قال نبينا: ولم ينقصوا المكيال والميزان
إلا أخذوا بالسنين، يعني المجاعة وشدة المؤونة وجور السلطان. قال ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر، المطر ما ينزلش، ولولا البهائم لم يمطروا. لولا البهائم مش لولا البشر، مع إن البشر هذا أفضل الأجناس بكلام ربنا، ولقد كرمنا بني آدم، ومع ذلك بمعصيته البهائم أعلى منه درجة، أعلى منه درجة، سبحان الله. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وإلا قل لي بربك لماذا احتلت أرض فلسطين، ولماذا احتلت العراق، ولماذا احتلت مصر، ولماذا احتلت سوريا، ولماذا احتلت لبنان، ولماذا احتلت أفغانستان، ولماذا ولماذا ولماذا، وأنتم تعلمون ذلك جيدا. لماذا؟ لأنهم لا يطبقون شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك أكد في الخامسة قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، كل كتاب الله، طبعا بكل كتاب الله. قال النبي ويتخيروا مما أنزل الله، يعني يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض. لو بصيت لقوانين بلاد المسلمين ستجد المسلمين بيطبقوا القانون الإسلامي في الأحوال الشخصية، الزواج والطلاق والميراث والباقي كلها قوانين مستوردة من كفار لا يعرفون شيئا عن دين الله عز وجل، يظلمون بها الناس ومن ثم يشيعون الفحشاء بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. شوف العداوات بين المسلمين، وأنت تعرف بين كل دولة ودولة بين المسلمين، بين كل بلد وبلد بين المسلمين، وأنت تستطيع أن تفهم هذا الكلام. بل النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا ذلك، يقول ما ظهر في قوم، ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله، يعني ينزل غضب ربنا على هؤلاء الناس. فإذا أحلوا بأنفسهم غضب الله فيأتي على، ليس على مجموعة العصاة بل على الجميع ما لم ينكروا ذلك. إن العاصي يضر بمعصيته نفسه أولا ثم غيره ثانيا. هل سمعت بمن يسرق نفسه؟ في واحد بيسرق نفسه، يقول صلى الله عليه وسلم أسرق الناس الذي يسرق صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها. بيسرق نفسه، هو بيسرق من حسنات نفسه، تخيل جاي يصلي وبيسرق من حسنات نفسه. ولذلك هؤلاء الناس شؤم على العالم كله، ليسوا شؤما على أنفسهم فقط بل شؤم على أنفسهم. هؤلاء سيئ الأخلاق، أصحاب الفحش والتفحش. يقول أبو حازم السيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه. أول حاجة بيكره نفسه، ثم زوجته، ثم ولده، حتى إنه يدخل بيته وإنهم لفي سرور يسمعون صوته فينفرون عنه خوفا منه، وحتى إن دابته تحيد مما يضربها أو يرميها بالحجارة، وإن كلبه، الكلب معروف بالوفاء، لما يرى صاحبه يذهب إليه يبصبس له، يلعب ديله كده حواليه ويلف حواليه، أبدا. إن كلبه عندما يراه ينزوي بعيدا إلى الجدار. كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب المعصية. بل إنه يصير حقيرا ذليلا، حقيرا ذليلا بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول وجعل، أي الله سبحانه وتعالى، الذلة والصغار على من خالف أمري. من خالف أمر الله أذله الله. لذلك العاقل دائما يعرف مواطن العزة ويتبعها. يقول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع الربا، وأخذتم أذناب البقر، إشارة الاهتمام بالدنيا وبالناس اللي بيضربوا الناس بالصوت، الناس اللي بيضربوا الناس بالصوت يعني يعذبوهم بالصوت. إذا فعلتم ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، يقول ورضيتم بالزرع، حياته مشغول بالشغل والبيت والمصاريف فقط،
وينسى ربه وينسى دينه وينسى النور الذي يحمله بين جنبيه. قال: وتركتم الجهاد، كل على حسب قدره. فالجهاد هو بذل الجهد في أرض الجهاد، يكون قتالا، وهنا يكون بالدعوة إلى الله وبالسلوك الإسلامي القويم. قال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالذي يرفع ذلك الذل ويرفع ذلك البلاء هي العودة إلى الله رب العالمين. في حديث آخر يبين لنا أن الذنوب سبب للذل ولن يرفع إلا بتركها. يقول صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة. قالوا: فكيف لنا يا رسول الله، نعمل إيه؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. أمركم الأول أي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول الإمام مالك مقالة تكتب ماء الذهب، يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أي يعود الناس إلى المعين الصافي، إلى القرآن الكريم وإلى سنة النبي العظيم. أتدرون إن المعصية ليست شؤماً على الناس فقط، بل على الدواب وعلى الحشرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا عليه بجنازة، قال: مستراح أو مستراح منه، مستريح أو الناس ارتاحت منه. فقالوا: يا رسول الله، يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ كيف يعني نفسر هذا؟ قال: العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. تخيل، حتى الحشرات بتحمد ربنا سبحانه وتعالى أن هذا قد أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. حتى أن أبو هريرة سمع رجلا يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه. واحد بيقول كده، بيتفلسف، بيقول إن الظالم لا يضر إلا نفسه. قال أبو هريرة: بلى والله، حتى الحبارة طائر صغير لتموت في وكرها هزالا من ظلم الظالم، من ظلم الظالم. وفي رواية لمجاهد تلميذ ابن عباس قال: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم. البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة، يعني المطر لم ينزل، وتقول البهائم فيما بينها: هذا بشؤم معصية بني آدم. أرأيتم إن المعصية وبال على الناس، وبال كبير، ليس على صاحبها فقط. ولذلك المسلم يعرف أن من أصول دينه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلا تستحي من أحد، إذا رأيت منكرا عليك أن تنكره بكل ما تستطيع من وسائل. عليك أن توقف هذا الخطر العظيم الذي يكون ضرره لا عليك، على الظالم وحده، ولا على العاصي وحده، بل يجر ذلك علينا وعلى عموم المسلمين. وإذا كان صاحب معصية فعليه أن يتوب وأن يعود إلى الله عز وجل، مع أن التوبة لازمة للصالحين وللعاصين. اقرأ معي في سورة التوبة قول الله: لقد تاب الله على النبي. على النبي؟ طب ما عندنا في سورة الفتح ربنا يقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وبعدين يقول لنا إيه؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه، أي يتبعوا الله ومع ذلك، ويتبعوا رسول الله ومع ذلك التوبة لازمة لهم. ألم ترى أننا عقب الصلاة نستغفر، وعقب الحج لا بد أن نستغفر، وعقب كل طاعة لا بد أن نستغفر، حتى ينقيها الله وينقحها من أي شيء تشوبه من الرياء أو السمعة أو العجب، حتى يكون الأجر كاملا مخلصا لله رب العالمين. عباد الله، عودة وأوبة إلى الله رب العالمين. أعلن الاستغفار، أديموا ذكر الله عز وجل، اعملوا بوصية لقمان لابنه وهو يقول: يا بني عود لسانك على قول أستغفر الله العظيم،
لعلها تكون ساعة إجابة فيغفر الله لك الذنوب. لعل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرفع عنا هذا البلاء وأن يحفظ أمتنا وأن يردها إلى الكتاب وإلى السنة المطهرة وأن يكون لها قيادة العالم تقود الناس إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. اللهم آمين. أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعو الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. وبعد، نعلم جميعا أن ظروف الناس هنا صعبة، لكن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتصدقوا في وقت الشدة كما يتصدقون في وقت الرخاء. فمن يذكر ربه سبحانه وتعالى بالذكر العملي في وقت الشدة يذكره الله ويخرجه من جميع الشدائد، من جميع الشدائد، يحب ربنا ذلك. اليوم عندنا إسلامك ريليف وهم يخدمون إخواننا الذين يمرون بنفس الظروف التي نمر بها في اليمن وفلسطين وفي سوريا في غيرها من بلاد المسلمين المحتاجة إلى يد مد يد المعونة من إخوانهم الطيبين. يمرون بنفس ظروفنا لكن ظروفهم أصعب. ربما نحن نعيش في رغد من العيش وعندنا من الأمور التي يسترنا الله بها، لكن علينا أن نقوم بذلك الأمر ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وعندما نخرج ما يستحقون لهم فذلك نتقرب به إلى الله عز وجل. أولاً يعافينا الله من الأمراض، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: دعوا مرضاكم بالصدقة. ثم إنه يعافيك الله من الفقر، لأن الذي ينفق في سبيل الله يرجع الله له ذلك أجراً عظيماً. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. يعني الواحد بعشرة لسبعمية ثم يزيد بعد ذلك ما يشاء، ولذلك ختم الآية بقوله: والله واسع عليم بنية ذلك العبد، فيعطيه الله ذلك الأجر. ثم إنه في اليوم يوم الموقف العظيم أمام الله عز وجل، كيف سنقف أمام الله وقد تركنا إخواننا في هذا البرد الشديد وهذا الفقر الشديد وهذا الظلم الشديد ولم نقم بحقوقهم؟ ألم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا أمانا يوم القيامة وذلك بالصدقات؟ قال: المرء في ظل صدقته يوم القيامة. فرجاء لكل أخ فينا ألا يخرج إلا وقد أعطى ما يستطيع لإخواننا في إسلامك ريف، وكذلك للمسجد. للمسجد لماذا؟ ليس للرموديلينج فقط. تعلمون أن في إخوة كثيرين توفاهم الله سبحانه وتعالى، والمسجد يقوم على شؤونهم، هو الذي يدفع أموال الدفن. فنرجو من الجميع أن يشارك في ذلك، شاركوا في هذا الخير، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذه الصدقة وأن يعفو عنا وأن يختم لنا ولكم بالإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين، وأعط كل واحد منا سؤله بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم اجعلنا متعاونين على الخيرات حتى ترضى عنا يا رب العالمين. اللهم رقق قلوب المسلمين على إخوانهم المسلمين في كل مكان، وارفع من قلوبهم الغل والحسد والحقد. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وألف بين قلوب المسلمين، وارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، وأعنا على تربية أبنائنا على الإسلام. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك،
وإنا من المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.